القانون الثاني طريقة أعلى أو أدنى مستوى نشاط. طبعا القانون هذا درسنا برضو محاسبة التكاليف، قانون بسيط جدا ما فيه صعوبة. حيعطيني سؤال بهذه الطريقة: تم الحصول على البيانات التالية من دفاتر إحدى الشركات، قال لي حجم النشاط وقال لي التكلفة. تمام، طيب في توضيح هنا، أنا عندي صاد هي أعلى أو أدنى تكلفة، تمام، والسين هي أعلى أو أدنى نشاط، الألف هو الجزء الثابت والباء هو الجزء المتغير. طيب طلب مني الجزء الثابت ألف، عشان أوجد الجزء الثابت ألف أنا لازم أوجد الجزء المتغير باء، تمام، فأنا لازم أحل الفقرة هذه بعدين أحل الفقرة الأولى. طيب الجزء المتغير باء كيف أوجده؟ قانونه يقول لي أعلى تكلفة ناقص أدنى تكلفة على أعلى نشاط ناقص أدنى نشاط. عندي هنا من السؤال أعلى تكلفة اللي هي 27,000 ناقص أدنى تكلفة اللي هي 15,000، راح أقسمها على 8,000 اللي هي أعلى نشاط ناقص 4,000 اللي هي أدنى نشاط. الناتج اللي بالآلة أنت تسووه بهذه الطريقة راح يعطيكم الناتج 3، تمام؟ طيب بعد ما طلعت الناتج أنا الحين أقدر أوجد الجزء الثابت اللي هو ألف. قانونه يقول لي ص تساوي ألف زائد باء ضرب سين. طيب ألف أنا عندي مجهولة ما هي موجودة في السؤال، فيا أني أخذ قيمة ص وأحطها مكان قيمة ألف والموجب يصير سالب، تمام؟ فخلاص هنا اختصار أنا حطيتها لكم، اكتبوها بنفس هذه الطريقة. إذا طلب قانون ألف كذا حلوها، ص ناقص باء ضرب سين، إذا ص من هي؟ قلنا إنه يا أعلى يا أدنى تكلفة. إذا أنا لو افترضت إني أخذت أعلى تكلفة اللي هي 27,000، طيب فأقول 27,000 ناقص 3,3 اللي هي قيمة باء، قيمة باء 3 ضرب 8,000 اللي هي برضو أعلى مستوى نشاط، راح تعطيني الناتج 3,000. إذا أنا لاحظ إنه الجزء الثابت عندي هو 3,000، تمام؟ الحين أنا وجدت ألف أوجدت باء، باقي علي الشكل العام للمعادلة. الشكل العام للمعادلة يقول لي ص تساوي ألف زائد باء سين، تمام؟ هو بس يبغى مني ألف وباء. طيب فإيش راح أقول؟ راح أقول له ص تساوي ألف أعوض عنها بالثلاث ألاف راح أنزلها زائد باء قيمتها اللي هي 3. فهذا هو شكل المعادلة العام، راح يصير بهذه الطريقة ص تساوي 3,000 زائد 3,000.